اليوم الثلاثاء 30 يوليو تموز 2024، ما في شك مولود القوس أنت معنا الأكثر توتراً، مزعوج من كتير من الأمور اللي عم تصير معك، ويمكن في شيء على صعيد أمور الصحة ما له كتير مناسبك بهذا الوقت. اليوم ما تدور على المتاعب أبداً، اليوم في معاكسة للقمر، معاكسة للمريخ، يعني كافيين هدول يخلوك تكون سريع الانفعال تجاه أي موقف. أي انفعال اليوم عزيزي مولود العذراء رح يمنعك من الأداء الجيد. هلأ مهما كانت الظروف ومهما كانت الانتقادات اللي عم بتطالك، ممكن بالعمل يحملوك مسؤوليات كتيرة، أو تشعر أنه غير راضيين عن جهودك، أو ما في تعاون معك، أو ما في تفهم لظروف عملك، إلا أنه اليوم مفروض أنه تتماسك وتكون كتير هادئ وتحاول تسمع أكثر ما تبحث عن إجابات بهذا اليوم. يمكن اليوم مضطر تتواجد بالبيت عزيزي مولود الحوت في وجبات، أو ربما التزامات، أو ربما ظروف صحية ضاغطة، أمورك ما لها مزبوطة بهاليومين. معاكسة القمر لإلك عم تكون ثقيلة شوي، طبعا مو بس القمر، في كواكب تانية عم تعمل اتصالات سلبية شوي بظروفك، ويمكن أكثر يعني المشحنات اللي عم بتصير أو أكثر الضغوط اللي عم بتحس فيها مصدر عائلي أو شخصي، فكون حذر اليوم وحاول إنه تهدي قد ما فيك. فترة شوي محبطة بالنسبة لك عزيزي مولود السرطان، هي شغلة يومين بس، ومن بعدها في عندك أسبوع كتير حلو. بتمنى أنه هذا اليوم ما تترك الأفكار السلبية تسيطر عليك، أو ما تخليك هيك تتصرف بردات فعل، أو تطلق أحكام ممكن تكون خاطئة على مواقف أو على أشخاص بمحيطك. جدول أعمالك حافل بالوجبات والمسؤوليات عزيزي مولود الجدي، كيف بدك تنظم هذا الأمر؟ كيف بدك ترتبه اليوم لتضمن على الأقل النتائج المرجوة؟ مسؤوليات كتير، أعمال كتير، طاقة شوي منخفضة، المريخ شوي عم بيسيء لوضعك الصحي يلي لازم تبلش تهتم فيه اعتباراً من الآن. الأمور المالية شغلة تفكيرك واهتمامك اليوم عزيزي مولود الثور، الحقيقة في حسابات أو ربما في بعض المدفوعات أو بعض الإجراءات أو على الأقل متطلبات عائلية. أنت بتعرف أنه أنت هلأ بشهر الأسد، شهر الأسد بالنسبة لك انشغالات بالبيت، بالعائلة، بالأولاد، بظروف عقارية، يمكن بأمور العلاقة بإصلاحات أو بإعطال، يعني سيما أنه الفترة القادمة في تراجع العطارد، فحضر حالك عزيزي مولود الثور لبعض الأعطال يلي ممكن تتطلب نفقات. اليوم المناخ إيجابي وأكثر اعتدال وأكثر لطف من يومين مروا عزيزي مولود العقرب، اليوم في مصالحة أو ربما تسوية أو إيجاد حلول بدعم من الآخرين، بدعم من المحيط. اليوم عم تكسب قضاياك، أو يمكن عم تعمل حسابات مالية مهمة، أو في بينك وبين الآخرين سواء كانوا شركاء أو عائلة بعض التفاصيل اللي عم بتناقشها بهذا الوقت. آن الأوان لتهتم بصحتك اعتبارا من الآن، اهتمامك بالصحة أصبح ضرورة. قدرتك عالية اليوم على الاستيعاب عزيزي مولود الحمل، الحقيقة اليوم في تعاون وتشارك وتواصل جيد، وعم تنشئ علاقات بمنتهى السهولة حقيقة. يعني اليوم تواصلك الأسري جيد مع المقربين، مع الأقارب، مع العائلة الكبرى، يمكن شؤون عائلية عم تناقش بهذا الوقت، أو ربما حتى لو كان على مستوى العمل أنت عم تروج لأفكار وعم تحاول تنجز الأمور المطلوبة منك، عم تلاحق مصالح لإلك وعم ترتاح لأنك عم تتوصل لنتائج. اليوم في مساعدة سواء من قريب أو حتى من زميل عزيزي مولود الأسد، يوم من الأيام الرائعة المليئة بالطاقة الحقيقة، سواء كان على المستوى الاجتماعي، علاقاتك، صداقاتك، سفرك، إذا كنت ناوي على سفر طبعاً، حتى الدخول بعلاقات جديدة وارد جداً. أنت بدك تلاحظ أنه اعتباراً من هذا الوقت في تغييرات حتطرأ على أحوالك، وتغييرات أساسية بتخص أمورك المستقبلية. البدايات الجديدة حلم لمولود الميزان، بس الأهم أنه نحن نكون تخلصنا من الماضي،
يعني هلأ الفترة المقبلة بالنسبة لك يمكن شوي ترجعك شوي لأمور سابقة. أنا بتمنى بهذا الوقت تقدر تأخذ قراراتك. عزيزي مولود الميزان، اليوم من الأيام الحلوة اللي ممكن يكون فيها آفاق جديدة، وعود جديدة، يمكن فرص، يمكن اتفاقات، ربما سفر للبعض أو ترتيب لأمور العلاقة بسفر. الحظوظ اليوم كتير جيدة وأنت شديد التأثير على من حولك. حظوظ رومانسية بتخص اليوم عزيزي مولود الدلو، اليوم من الأيام الحلوة يلي بتبرع فيها بأمور العمل، بالعلاقات، يمكن بترتيب بعض الشؤون، بتحسين ظروفك وأوضاعك بشكل عام. اليوم المزاج رايق، ما في أي إشكال بالنسبة لإلك، وعندك هلأ يومين كتير رح يكونوا حلوين لإلك لترتب أمور، لتسافر. السفر كتير مهم بهاي الفترة، وياريت كل اللي عم يسمعوني هلأ إذا عندهم مواضيع العلاقة بسفر هو ما قبل تاريخ 5 الشهر القادم. إذا عندكم أوراق أمور بتكون تعملوها فهذا التوقيت كتير مناسب. أما بالنسبة لك عزيزي مولود الدلو فيوم من الأيام الجيدة حتى فيك إنك تحقق بعض الإنجاز بعملك أو بأهداف أنت حاطها ببالك. عم بتشاع حيوية اليوم ونشاط وتفكير بالمستقبل، طموحك ما في حدود لإله عزيزي مولود الجوزاء. كثير اليوم الأمور جيدة، القمر بضيافتك عم يعطيك الطاقة يلي أنت محتاجة، عم يعطيك حرية التصرف، عم يعطيك القدرة على اتخاذ بعض القرارات. طبعاً مجمل هاي الأمور بالنسبة لك إيجابي لترتيب أمورك للحصول على نتائج وأهداف، والأهم إنه اليوم جاذبيتك عالية. فهل يا ترى في تعارف ناطرك ولا في بدايات لعلاقات جديدة؟ الله أعلم.